تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كتب لي الله واحد المرة تلاقيت مع واحد المجلس في غير هاد الأثرياء، وكلهم ثقافتهم متواضعة، ما كملوش الدراسة، أكثرهم عنده شهادة ابتدائية أو الرابعة إعدادي، قليل وصل البكالوريا، ولكن اللي جلست معاه يحنتك، عنده العلم وعنده الثقافة وعنده القدرة العقلية الماهرة وعنده البركة، البركة كثيرة، ودار رزق وفير ونجح التجارة ومخدم معاه أمة لا إله إلا الله، وينفق باليمين وبالشمال ولا يخشى الفقر. ومن اللي سولتهم أشني الأشياء اللي بها وصلوا لهذا المقام، قال لك في الصباح الباكر يكون وصل الفجر في وقته، الصباح ملي كيجي للعمل ديالو المحل أول ما كيبدا كيتوضا وكيصلي ركعتي الضحى، كيصليها بالفاتحة والضحى والذي تجا وبالفاتحة وسورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، ثم كيجلس يبقى يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الله، وبعده يصلي على النبي يصلي على النبي، ثم كيفتح المجر ديالو كياخذ واحد البركة يخرجها صدقة، قبل ما يدخل الفلوس هو كيفكر يخرج، حتى أن مجموعة من الناس الضعفاء والناس المتسولين عارفين هاد الطريقة ديالهم، كيجيو بكري مع الصبح مع 8 9 الصبح راه واقفين ليه تما في الباب، كيف كيحلوا الباب كيطلع الريدو كيلقاو واقفين ليه، كيعطيهم ديك البركة بسم الله بسم الله بسم الله، ثم كيقرا هاد الآية قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه هي الآية المباركة اللي كيحفظوها وكيرددوها وفيها بركة، وربي عز وجل فتح عليهم باب الدين والدنيا، وإن شاء الله حتى الآخرة غيكونوا من الفائزين. هذه قدوتنا نحن في المغرب، ولا ينفع الاقتصاد الرأسماني إذا كان غايته جمع الأموال دون أن يجعل جزءا منها تخصص للفقراء والمساكين. احنا الحمد لله كمسلمين الاقتصاد ديالنا الإسلامي يقوم على أسس ثلاثة نذكروا بها جميعا بعجالة أيها الأحباب. أول حاجة، الأساس الأول اللي يقوم على الاقتصاد الإسلامي مش الرأسمالي، وهو الملكية المزدوجة، بمعنى أن الإنسان كيفهم بأنه مستخلف في هذه الأرض ومستأمن على المال. أي واحد فينا عنده الفلوس كيشعر بأنه مستخلف في هذه الأرض، في هذه الأرض خليفة ومستأمن على المال، وهذا المال هذا لابد أنه ينفق منه على الفقراء والمساكين، لقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. فكل واحد يعتقد، كل تاجر، بأن الملكية ماشي خاصة ديالو بوحده، هي ملكية مزدوجة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ملي كيربح كيقول هذا لي وهذا لله، ما كان له ينتفع به مع أهله وذويه، وما كان لله يوزعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين. والأمر الثالث الذي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي وهو الحرية المقيدة. إذا كان الاقتصاد الرأسمالي يقول لك ليس باسي ليس فار، دعه يعمل دعه يسير، احنا عندنا أيضا الحرية لكنها مقيدة، فكل واحد في ممارسة الأنشطة الاقتصادية يدير اللي يبغى، هو حر، لكن شريطة أن لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، لا يجوز له احتكار السلع، لا يزيد له، لا يجوز له المضاربة بأثمان خيالية، لا يجوز له التعامل بالربا، لا يجوز له القيام بأعمال تلحق الضرر بالناس أو يؤذي البيئة. هذه كلها حرية لكنها مقيدة وليست مطلوقة. ثم الأساس الثالث لكي يقوم على الاقتصاد الإسلامي
وهو العدالة الاجتماعية. لا بد أن تحضر العدالة الاجتماعية بقوة، أنني نربح المال اللي بغيت وانتاجر كيف بغيت، ولكن نحترم هذه القواعد الثلاثة، أن المال هو لله وأنا مستأمن عليه وأنا مستخلف في الأرض، وأنني نكون حر ولكن نكون مقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية، وخصوصا نحترم العدالة الاجتماعية بأن أقوم بتوزيع العادل للمال، يعني الحقوق نأخذ حقي، لا عندي مستخدمين، إلى عندي عمال نعطيهم حقهم، أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجب تعارقه، ملي تخدم مع واحد خدم معك أعطيه الرزق ديالو كامل، ما تضيعوش في رزقه قبل أن يجب تعارقه، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أن في العدالة الاجتماعية أن الإنسان دائما يحرص كل سنة ملي يقوم بمحاسبة للرصيد اللي عنده والمدخول اللي دخل، كيقول هذا لي وهذه زكاة أعطيها للفقراء والمساكين. ثم فضلا عن الزكاة اللي كتكون مرة في السنة، فالإنسان كيكون دائما يتصدق، كل كيتصدق شهريا كل شهر كيخرج واحد المبلغ، ماشي زكاة، دي صدقة قربة إلى الله، وكل كيخرجها أسبوعيا من الجمعة للجمعة، وكل كيديرها يوميا. وكين بعد أهل الله ما عندهم حساب، كيقول لك أنا كنعطي هو كيعطيني بالكثره، كيقول لي سير الله يجعلك غابه والناس حطابه، فتعطي ما تقهد، ما كيحسبش كاع، هو كاين اللي كيجمع الفلوس كلها وكيبقى غير يعطيك، ياخذ ما يكفيه واولاده بمستوى ادنى من متوسط، وما تبقى فهو لله، كيقول لك الملك المال كله لله. وايضا في العدالة الاجتماعيه كاين التوزيع العادل، كاين الزكاه، كاين الصدقات، وكاين الهبات. مره انسان كيوهب، تلقى واحد الإنسان كيحلم أنه يدير شي مشروع أو أنه يدير شي سكينة أو أن عنده ديون وما غير حيدة إلا على سنين، فكيوهبوه وهبة كبيرة، كيعطيه طرف كبير ديال المال، إما كيحرر له السكن أو كيحرر من الديون اللي عنده سنين طويلة، أو كيعطيه أي حاجة يقوم بها من مقامه. ثم في العدل الاجتماعي ربي عز وجل وضع لنا بعد الموت توزيع الميراث. في الأخر الميراث يوزع بين الناس، هكذا هو الاقتصاد الإسلامي الذي يختلف عن الاقتصاد الرأسمالي في مسألة جوهرية، وهي أن المال مال الله ونحن مستخلفين في الأرض ونحن مستأمنين على هذا المال، وأننا نعمل دون أن نؤذي الآخرين أو نلحق بهم ضرر، وإذا كسبنا شيئا فلنأخذ نصيبنا ونوزع بقية المال على من يستحقونه من ذوي الحاجات، وهكذا نكون قد حققنا حقيقة العطاء. هذا هو العطاء الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. العطاء ما هو؟ العطاء هو نهر لا يتوقف، العطاء هو بحر لا ينضب، العطاء هو أنك لا تعيش لأجل نفسك فقط، ولكن العطاء أن تمنح الآخرين مما لديك ومما أعطاك الله. العطاء أن لا تنظر لقيمة ما ستعطي، ولكن العطاء أن تنظر إلى مقدار ما سيحدثه ومدى تأثيره على نفسك. العطاء أن تفرح بفرح من حولك لما قدمت لهم من مال، يفرحون فتفرح معهم. العطاء الحقيقي هو حينما تعطي ولا تنتظر أي مقابل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هكذا علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا الله تعالى في كتابه العزيز. وما أحوجنا أيها الأحباب في هذه الظرفية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا، أن نتعاون على العطاء ونتعاون على الإكرام ونتعاون على الجود، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، نسألك أن تنزع من قلوبنا الشح، انزع من قلوبنا حب المال واكتناز المال، انزع من قلوبنا حب الاحتكار. اللهم اجعل قلوبنا محبة للعطاء، محبة للكرم والسخاء. اللهم اجعل أيادينا هي العليا بالعطاء، ولا تجعلها هي السفلى بالاستعطاء. اللهم ارزق عبادك جميعا رزقا واسعا، رزقا حلالا، رزقا طيبا. اللهم يا رب العالمين، واجعل التراحم والتعاطف فيما بيننا، القوي منا يأخذ بيد الضعيف والغني منا يأخذ بيد أخيه الفقير. اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض،
وارحمنا يوم العرض. آمين آمين. أيها الأحباب الكرام، اللحظة حان وقت أذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الأذان، نقوم للصلاة، ثم نعود لنواصل. تقبل الله من الجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.